حج غيثه. اليوم ناخذكم جانب اخر من حياه اهل الامارات. تذكرون اللي غطيته عن الحياه البدويه؟ اليوم البحريه، مهرجان ابو ظبي البحري. لا شوف ما شاء الله بنات يمسكنا ولا كنا عصفور شوي كيلو ونص يا مسكه وانتي متمسكه لا سهل وش تقول عيني جرناس هذا ها بحق ما لا 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 بس شوفي كذي كذي ما تخلعنيش كذي كذي يلا شفتي لا لا مش تصوير اشرح لك شوفي هنا طبعا حياه اول كانت البيوت كلها قريبه كانت البيوت هنا تقريبا انا اذكر ان خط الكورنيش خط البحر كان اقرب من هذا يعني دفنوه يمكن تقريبا سنه 2000 فكانت البيوت هنا فتشوفين هذه الجلسات الحريم كانوا كلهم العوائل يجلسون هنا الحياه كانت قريبه عن اهل الساحل عكس حياة البدوية عندنا حياة بدوية حياة أهل البحر وعندنا كذلك حياة أهل المزارع وخار ندخل الحين هناك ونرويكم تفاصيل أكثر هاي هذا فيها عقيق هذه بحال شو؟ ما بحال والو السقيفة ها؟ حاج اكيد انت لحقت على هالتلفزيونات وهذيلا ها شكرا اخي اكرمك الله اي جرب هذه الحبه الحمراء واحده من المشاريب المشهوره عندنا كي جاتك حال لا مثيل لها عندنا ما في حال ها بحال شو؟ الريحة بحال ببوش ولكن المذاق ما بحال والو. بحال ببوش؟ لا. إن شاء الله خلاه يقول فرق لا علاقة. لا لا والله لا فيها ربيعة اللي كتكون في الببوش شم شم. لا علاقة. لا ربيعة من الربيع اللي كيكون في الببوش فيه. ها حج. هذا مش يشبه القصب اللي عندنا. هذا كل هذا مال خيزران. ديال شو اسمه؟ النخل، النخيل. اه. كل غصون النخيل القصب اللي عندنا القصب شفته هي القصب مختلف عن هذا هي هاي نفس جلساتنا هاي جلساتنا كذي هاي تعرفين وين شفت انا هذه الجلسات؟ فين؟ في تالوين عند السواسة سواسة شفت واي جلساتهم قريبة على جلساتنا في الرياض ديالنا نقولوا في الصيف نجلسوا هكذاك على الحائط وعلى الارض ب 10 سنتيمتر انا شفته في سوس يعني بنفس الزخارف بعد نفس الزخارف بس كيقول لك بابا النحاف هذا فيه مثلا 3 سنتيمتر احنا كيكون فيها 10 شويه هذا يوم تشوفوا كيفاش هو حاط هذاك الخيط في رجليه وكيدير الشبكه هذا يعمل الشبكه ايه كيدير الشبكه تعرف المرة اللي طلبتي لي قلت لي نشرح لك الدرس كيفاش كيديروا كيبرموا الصابرة نفس الشيء باش ما كيحطوش في رجليهم كيحطوه بس في الأصبع بس نفس الطريقة يا سلام هذا ريحة شوي كله سمك كله سمك هذا مهرجان بحري وتعكس حياة البحرية كيف كانت ذاك القبة علاش ذاك القبة؟ هذه ماخذين مثل هذا نسميه القرقور هذا يرمى في البحر والسمك فيه مثل فتحة صغيرة السمك يدخل فيه مو بعارف يطلع فعقب يشلون شبك لكن الحين استوحوا جلسات منه قلبوه قلبوه هذه القوارب صغيرة يكون اللنش احنا نسميه او البوم يكون هناك مثلا في النص ما يقدر يهني لنسيفة بهذا يطلعون يقربون منه الماشوة يسمونه يعني اللغة المحلية عادي نصورهم من ظهر صوري عادي شو المشكلة نقطة تصوير أصلا ما حد يكلمك هناك تبين تخلين هناك في القرقور احنا نقول اللي يدخل القرقور احنا هذا داخل السجن ايه اجواء جميله
شوفي المنظر، تعرفين إذا وقفتي هناك بتشوفين أجمل منظر سكاي لاين بالعالم، خذ جوائز كثيرة سكاي لاين أبوظبي، منظر جميل يكون. هذيل الدراعات والمخور هو لبس. اللي تنول هذا هو هذا هذه الدراعات هني، هذا المخور شوفي هني، هذا التخوير تشوف هذا اللي تسويه الحين، تسوي المخور اللي هو هذا. كل ما صناعية كل الأدوات منشار مطرقة هذاك اللي سنبل حديد طلعوا هذا الفن. تخيلي الحين عندك الصفارين كل واحد عنده نغمة صح، مطرقة لها نغمة وهذا يديروا لهم فن، وهذا فنهم جلاف يسمونه. هذا دكان حوانيتنا من الأول، هذا كان يدور بين الحومات، الحومة نسميها الفريج، يدور بين الحومات سي تي 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 تي. هلا ذكي عندنا في المغرب كثير هي الحوت السردين تري نفسه شو شو أيام أول كان اعتمادنا الأساسي على اللؤلؤ قبل الله ما ينعم علينا البترول، فكانوا أكثرهم في البوم يطلعون بالأشهر يروحون للهند ويروحون مغاصات اللؤلؤ ويبيعون وهذا، فكان أكثرهم كيف كانوا يقضون أوقاتهم كثيرة يعني رحلات 4 شهور وما حد يعرف إن هذا بيرجع ولا ما بيرجع، كثيرين كانوا البوم يطبع يعني يغرق. شوفي هو يملي هو يملي ويحمسون أعمارهم إلي من يوصلون الهند ويوصلون هالأماكن، فلازم يكون واحد نهام، شفت هذاك النهام اللي يقود هذا الغنى، فلازم يكون نوخذة، النوخذة اللي هو قائد وغواصة وهذا نهام. إلي من يصونهم وسبحان الله كانت رحلات تقول جهاد، ما حد يعلم بعودتهم ولا لا. توقف من الجنب هذا تشوفهم هما في البلان الأول ومن وراهم الحاضر الماضي والحاضر صح، وانت شفتي في عيون النساء والشباب والأطفال عزة وفخر بهذا الشيء. احنا اللي برانيين وكنحسوا بهذا الفخر، يعني تخيل ولد البلاد أو بنت البلاد ايه يعني سبحان الله. يقول لك وين ما نوصل احنا، عنا يدرسون في المدارس التربية الوطنية، فين ما وصلنا نعرف ان هذا ماضينا واللي نفتخر به وهذه حاضرنا مستقبلنا.